لا هي ما شرط يعني، يعني هسه مثلا انا يمكن كاتب اكثر من 100 قصيده، معلش معقول اكون عايش اكثر من 100 قصه حب؟ ما ممكن في يعني. الزمن ده ممكن، في زماننا الأخضر ده لكن ممكن. عموما الشاعر بيكون ايوه مليان بالحب في اي وقت. فمثلا يعني عندي صديقين عايش قصته، حتى قريت قصه تخيلت قصه، يعني مرات من الخيال بكتب يعني، لكن تظل الاجمل هي اللي بتكون حاجه تحسيها طالع حاجه حقتك انت يعني، هي اللي بتكون الاجمل. نسمع طيب. ترى دي غنتها للاستاذ، انا بحييها من هي المطربه ايمان توفيق، بقول لها مساء الخير عليك. لها التحايا والله. التحيه لايمان توفيق. سنين سنين شايلين سريدك وما قادرين نقول نشرح، وعامل فيها ما عارف اعترى الريدة كيف بيفضح، نحاول مرة نحكي لك نخاف من ردة تبعالك، نعاني الريدة واللوعة وندوزي اللحن موالك، لا هاميك حريدنا ولا طارينا في بالك، قاسية وصعبة أحوالنا وهنية ورايقة أحوالك، نلاقيك بقليب مشتاق نفرد البسمة والخاطر، ونسرح في الأمان معاك وكيف الحال بيكون باكر، نبني قصور من الأحلام نبني قصور من الأحلام معاك، نمشي لو نهاجر نعود لواقع الآهات من الآه يا ساتر، قلوبنا الشايلة لحبك وناها معاك تتلاقى، تقول الجوة داساهو وتحكي الريدة وشواقة، لسان الريد فصيح لكن عيونك انت حراقة، بتهزم كل كلام في الروح ونرجع تاني نتشاقة، وبتهزم كل كلام في الروح ونرجع تاني نتشاقة. يا سلام عليك يا سلام عليك. بمناسبة الروح دي، هل القصيدة